أهلا بكم. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يستأنف تدريبه استعدادا لمواجهة البرازيل في إطار ربع نهائي كأس العالم أوزبكستان 2024. المغرب الفاسي ينتصر على ضيفه حسن تقدير بنتيجة هدف للا شيء في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب 18 نوفمبر بالخميسات ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية. فريق الزمالك المصري يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه على حساب الأهلي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. إي سي ميلان يفوز على ليتشي بثلاثية نظيفة برسم الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. الفريق الدولي يعوض سقوطه في الجولة الأولى أمام نظيره الأمريكي بانتصار كاسح خلال اليوم الثاني من منافسات كأس الرؤساء للغولف. وتشيكي توماس ماتشاك يتأهل لربع نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس على حساب الأمريكي تومي بول. إلى اللقاء.